السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، كيف أصل إلى المصادر؟ هذا هو السؤال الذي يسأله كل الطلاب. هنا عندما تدخل على مايكروسوفت تيم مثلا، تختار مجموعتك. أنت في صف مثلا صف سابع، هذه مجموعة صف سابع. عندما نضغط عليها ثم تذهب مباشرة هنا جنرال، ثم إلى فايل. تدخل على فايل، سوف يظهر لك Distance Learning. هنا Distance Learning، ثم نفتح Distance Learning. سوف تجد فصولك حسب المواد. هنا Islamic A، ندخل على Islamic A. الأسبوع الأول Week 1 ستجد حصتان Day 1 and Day 2، تقوم بتحمله من هنا ثم بعد ذلك تشاهدهم. لأنك إذا شاهدتهم مباشرة من الموقع ربما لا يعمل بإتقان. عندما ندخل على نفتح الباوربوينت، أنت ستجد هنا علامة الصوت. معنى ذلك أن هذا الباوربوينت له تسجيل صوتي، نستعمله كباوربوينت. ثم بعد ذلك تضغط على الصوت، تسمع صوت المعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي طلاب الصف السابع، أسعد الله تعالى أوقاتكم. لا تنسى أثناء مشاهدتك لهذا العرض تقوم بالضغط على المسطرة حتى اليوم الآيات الكريمة، تستطيع أن ترى كل شيء الآية الحادية في عشرة العرض حتى الآية الثامنة عشرة، فأرجو أن وخلال هذا العرض سوف تجد كل العرض، وفي كل شريحة تجد التسجيل الصوتي والمعلم معك يخبرك بكل شيء. وكذلك إذا كان هناك بعض الأنشطة ويطلب منك المعلم أن تدونها في دفترك، ولا تنسى أنه عندما يعطيك المعلم بعض الأنشطة يجب عليك أن تفكر أولا وتحاول أن تجد الإجابات. ومن الأفضل يكون دفترك معك بجانبك لتحاول أن تجيب على هذه الأسئلة، ثم بعد ذلك تذهب إلى الإجابات لتعدد إجاباتك وتقيم إجاباتك، فلا تذهب مباشرة إلى الإجابات. كذلك هنا سوف يعطيك المعلم بعض الأنشطة حتى تدونها في دفترك، أكتب في دفتري. وفي النهاية سوف يعطيك المعلم بعض الأنشطة التي ربما تقوم بها على برنامج مثل تيست مود وهكذا، باستخدام الرابط أو باستخدام كيو آر. وأيضا هناك واجب منزلي تقوم أيضا بعمل. هذا الواجب المنزلي سيكون أيضا طالع ملف السيرة النبوية، أي يجب عليك أولا أن تذهب إلى مجموعاتك أيضا من خلال المايكروسوفت تيم، وسوف تجد ملف عن السيرة النبوية. تطالع هذا الملف أولا ثم بعد ذلك تقوم بعمل هذا النشاط. بعد ذلك عندما ننتهي من هذا الأمر ربما عليك أن تذهب إلى مجموعتك مرة أخرى، وهنا سوف تجد أن المعلم قد أعد لك مجموعة خاصة به. يعني على سبيل المثال عندي في مجموعة صفوف صف سابع مثلا، هنا هذه مجموعة صف سابع، ندخل عليها وستجد أسماء الطلاب هنا موجودون. ثم بعد ذلك ربما عليك أن تقوم بالتواصل مع معلمك في أي شيء تريد أن تتناقش معه. هنا معي الطلاب الآن وهم موجودون داخل الحصة، وبعد ذلك تقوم بتحميل بعض الأعمال التي قمت بعملها نموذجا أو كلاس ماتيريال، ومن الممكن أن تجعل لنفسك هنا ملفا باسمك. وبعد ذلك بعد أن تكتب أو تسمي هذا الملف باسمك، وتقوم بعد ذلك بتحميل ما قمت به هنا. شكرا.